أسباب التبول اللا إرادي هو موضوع شائك، لكن أنا بذكر باختصار أبرز ما هو شائع الفترة الأخيرة. هناك أسباب عضوية متعلقة بالمثانة، وهذه كثيرة، منها فرط نشاط المثانة أو ضعف المثانة أو قلة سعة المثانة، وأيضا هناك هرمون اسمه EDH. هذا الهرمون يقلل كمية البول الذي تفرزه الكلى ليلا، ولذلك يمنع إدرار البول. أحيانا يكون في نقص في هذا الهرمون. أيضا هناك أسباب نفسية مثل الضغوط النفسية والتوتر أو التعرض لصدمة، وأيضا مشاكل عاطفية مثل ولادة طفل آخر مثلا. أيضا لما تكون في مشاكل بين الوالدين وحدوث مشاحنات أمام الطفل أو وفاة أحد أفراد الأسرة. أيضا التنمر المستمر من أقرانه، وأيضا التحرش الجنسي. أيضا هناك أسباب متعلقة بالسلوكيات مثل عدم تدريب الطفل بشكل كافي على استخدام الحمام، صعوبة الاستيقاظ من النوم، شرب الكثير من السوائل قبل النوم مباشرة.